رسائل مقروءة. حلقة اليوم بعنوان الحب مش كل حاجة، كتبها لكم محمد الراعي، يقرأها عليكم محمد سيف. الحب مش كل حاجة، ده ردي دايما لما حد بيقولي انه بيحبني، عشان الحب فعلا مش كل حاجة. اللي بيحب ممكن يأذي عادي، ممكن يكره، ممكن الشعور ده ينتهي، ممكن يأسى. زليخة أحبت سيدنا يوسف بجنون، ما كانتش شايفة غيره، لدرجة إن فعل الخيانة كان له مبرر عندها من كتر حبها ليه، وجابت ناس عشان يبرروا لها التصرف ده. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكن من الصاغرين. يوسف الآية 32. الحب ده ما منعش إنها تأذي سيدنا يوسف وتكون السبب في سجنه واتهامه بالباطل، هي أذته رغم إنها بتحبه جدا. فالحب اقترن بالأذى، قد شغفها حبا، حبه تعلق في قلبها فلغى عندها الإدراك والعقل. الحب شعور فطري ما فيهوش أي مجهود، مش محتاج تبذل مجهود عشان تحب، إحساس طبيعي موجود جوانا كلنا. الحب مش مرادف للأذية، بس أوقات بيبقى الأذى مقرون بالحب لأسباب كتير. الشاهد فيها إن القصة بتبقى علاقة حب وبس، وأدينا شايفين قصة شيرين وحسام، ورغم كل الحب اللي هي حست بيه إلا إنها اتأذت. صحيح رجعوا تاني لبعض النهاردة، بس محدش عارف إيه ممكن يحصل بعد كده. الحاجة الوحيدة اللي محتاجة مجهود عشان العلاقة تستمر مذكورة في القرآن، وهي المودة والرحمة. عشان دول يكونوا موجودين محتاج تشتغل شوية عليهم، محتاج تعمل مجهود عشان تنفذهم. إنما فعل الحب مش محتاج مجهود، أهو القلب بيضخ دم بسرعة وخلاص لما بنلاقي نفسنا بنحب ونشوف اللي بنحبهم. المودة بتيجي قبل الحب، لأن المودة هي أساس الحب، وهي اللي بتجيب الإحساس بالحب. فعل الجواز نفسه في القرآن ما فيهوش أدوار، مين يعمل إيه ومين ما يعملش إيه، مين وظيفته إيه، والهري ده واللي الناس تفننوا إنهم يمحوا موضوع المودة والرحمة، ده اللي اتذكر في القرآن. المودة غير الحب. الحب ممكن يكون إحساس فردي في اتجاه واحد يستقر جوه القلب وما يبانش أثره عادي، لكن المودة سلوك متبادل بين الطرفين وبيظهر في كل التصرفات والأفعال. الحب ممكن يختفي ويتحول وينتهي، لكن المودة والرحمة دايما. الحب ممكن ينتهي بانتقام يبقى آخرته تلقيح وردح، لكن المودة والرحمة لا تنتهي وهتفضل موجودة عشان بيتخللها الاحترام. بعض الناس بيقولوا لا يفرض على الزوج انه يعالج زوجته، وممكن يطلقها عادي ويستبدلها، وان ده رأي بعض الفقهاء والشرع. انهي شرع طيب؟ القرآن ما قالش كده. القرآن قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال كمان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها يعني يكونوا سكن لبعض. مفهوم السكن هو الستر والدفء والأمان والاستقرار والاهتمام والتعمير. لما بتسكن في مكان هتحس بكل ده، هتسكن فهتسكن، هتبقى عاوزه يبقى نظيف ومترتب وبتصرف عليه. السكن هو الراحة والطمأنينة والاستقرار. وجعل لكم الليل سكنا، ما بال بقى ان السكن ده يكون اشخاص. فازاي اقنع طرف ان ده هيتحقق وهو عايش في خوف دائم ان ممكن شريكه يتخلى عنه، او يتم استبداله عشان مرض مثلا، ولا ما بقتش قادر على مهمها الزوجية؟ دي هتبقى مخالفة صريحة للقرآن.
فأي حد يكلمني عن دور الزوجة أو الزوج ويقول لي الشرع بيقول مش عارف إيه، بسد وداني والصراحة بتعمي عن الشخص ده. بتحب؟ عادي يا عم، كلنا تحبينا وحبينا، لكن خليك سكن، خلي عندك مودة ورحمة، واتبع ما يتلوه عليك القرآن، واتبع الحسنى. ما قدرتش عن مجهود الجبار ده بتاع المودة والرحمة، يبقى الحل ببساطة جدا، فامساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وتنتهي القصة وتبقى الحياة بسيطة جدا وكل واحد يشوف حياته. بتحب؟ اعمل مجهود بقى علشان يبقى عندك المودة والرحمة دي، عشان تحافظ على اللي قدامك، عشان تكونوا سكن لبعض. قدموا المودة والرحمة على الحب، علشان نتيجة الحب بس هي زي ما احنا شايفين كده فضايح. كتبها لكم محمد الراعي، قرأها عليكم محمد سيف. رسائل مقروءة.